متتبعي قناة سانفاس باريس، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كازا سيتي. اليوم غادي نناقشوا موضوع تاع تمثيلية ذوي الاحتياجات الخاصة في مجلس مدينة الدار البيضاء مرة أخرى. يعني مجموعة من ذوي الاحتياجات الخاصة اللي كانوا تعاولوا على الحضور القوي في مجلس مدينة الدار البيضاء ما تمكنوش من يعني يحصلوا على نتيجة إيجابية. الوحيد اللي رجع عاوتاني من جديد للمجلس المدينة ويمثل هذه الفئة هي هو السي يوسف الرخيص اللي تنستضيفوا في هذه الحلقة من برنامج كازا سيتي. سي رخيص مرحبا بك. مرحبا بكم، شكرا على الدعوة مرة أخرى. عاوتاني يعني أنت الوحيد اللي غتكون ممثل في مجلس مدينة الدار البيضاء اللي تتمثل هذه الفئة ديال ذوي الاحتياجات الخاصة، كيف شنو السر أنك عاوتاني رجعتي من جديد؟ أولا أنا كنعتبر الإعاقة طاقة والإنسان دائما كنبغيو ينظرونا بهذا الجانب ديال الإنسان ربما عنده واحد الإعاقة ولكن ما كتمنعوش يمارس حقوق ديالو عادية. أعتقد بأن الترشيح ربما جاب الكفاءة وجاب المعقول وجاب الناس اللي كيتيقوا في اللي كيخدم معهم، ما كيهمش إلا كاين واحد نقص جسدي ماشي هو اللي يأثر على كيفية الاشتغال ديالنا. أكيد كانوا مجموعة الأشخاص المعاقين اللي مرشحين وأنا كنعرفهم، فيهم رؤساء جمعيات، فيهم أعضاء ديال الجمعيات، للأسف كنتمنى باش يوضعوا فيهم الثقة، ولكن الحمد لله سخر لي الله باش ننوب على هذه الفئة واللي عندها عدة انتظارات على مستوى ديال مدينة الدار البيضاء. انتظارات إلا تكلمت على النقل، إلا تكلمت على التشغيل، إلا تكلمت على المشاريع المديرة للدخل. رجعوا الانتظارات من بعد، واش الأحزاب السياسية أصلا تدير ثقة في هاد الناس هادو وتتعطيهم يعني وكالة؟ لا احنا فاش نقول الأحزاب السياسية سنقصد الأحزاب السبعة اللي الكبرى. اكيد الاحزاب غادي تعطي غتوضع الثقه في واحد الشخص اللي هو عنده كيعيش واحد الاعاقه، ولكن خاص هذاك الشخص المعاق يبرهن بان غادي ياخذ هذاك المنصب ديالو ويقوم بالواجب ديالو. لان ماشي يمكن هي غنعطيو لك شفقه بان انت عندك واحد الاعاقه، ولكن غنعطيو لك حسب الكفاءه ديالك، حسب كتشتغل في واحد الميدان السياسي، والتواجد ديالك هو اللي كيفرض على الهيئه. ما غتنظرش لك كمعاق، غنظر لك واحد المستشار اللي غدا كتمناك باش تكون في المناصب العليا. اعتقد بان خاصة الشخص المعاق او الشخص في وضع الاعاقة حتى هو ما يبقاش يشوف راسه بان انا راه يمكن ما غيتيقوش فيا، انا يمكن ما غاديش نجيب واحد. لان ما ننساوش بان كاين صعوبة لا في كيف وضع اللوائح، لا في اطار الحملة، للتدبير ديال الحمله كاين صعوبه، ولكن الحمد لله انا دائما من الجانب ديالي ما كنشوفش كانسان مصاب باعاقه، كنشوف انسان ساوي بحالي بحال الناس. ربما عندي واحد احتياجات خاصه مثلا في الولوجيات في هذا، ولكن في اطار سياسي انا حاضر، وربما الاسم ديالي على مستوى ديال الحي المحمدي او مجلس مدينه الدار البيضاء الاسم ديالي كيتواجد، والافكار ديالي دائما انا كنكون هي اللي خلاتني باش الحزب كينتمي ليه الاتحاد الدستوري كيوضعني، ودائما انا كناخذ كواحد ريفيرونس ديالي واحد المرحوم هو السي عبد العزيز مسيوي اللي كان رحمه الله كان رئيس جماعه من اكبر الجماعات في مراكش، كان وزير الشباب والرياضة، كان عضو مكتب السياسي، وهو اللي في 92 حط هذاك القانون الرعايه للشمال الاشخاص المعاقين، وكان كيتحرك مع كاكيز ومن بعد بكرسي متحرك، وكان انا كنعتبره ان هذاك هو القدوه اللي انا اليوم كنمشي في الطريق ديالو. مجموعه من اصحاب ذوي الاحتياجات الخاصه وجدوا صعوبه كبيره في عمليه التصويت، يعني هذيك المحطات هذيك اليوم تاع الانتخابات ما لقاوش الولوجيات، ما لقاوش وقفات على انفاس برايس ايضا، يعني كيفاش هذا المشكل؟ هو كان المنشور ديال الوزاره الداخليه باش يعطوا تسهيلات للاشخاص المعاقين. ملي كتكلم اشخاص معاقين كاين الناس في الدرجه الاولى، الناس اللي عندهم مصابين باعاقه جسديه والناس المكفوفين. هذه الفئه اولا الورقه ما كانش فيها براي باش هذاك السيد اللي عنده اعاقه مكفوف كيمكن ليه الصوت، اذا كان خصو لابد من رافق، وهذه اشكاليه. احنا كنا كنطالبوا باش ورقات تكون فيهم عمليه ديال البراي، هذا من حقه. هنا ثانيا بالنسبه للمعاقين جسديا فمجموعه ديال المكاتب كانت كدار الفوق الدوزيام ايطاج، واذا انا كنقصيه شيئا ما اصلا انا كنت كنطالب باش هذاك الشخص المعاق هو يصوت ويعبر على الراي ديالو. فانا ملي كندير ليه الطابق الثاني في المدرسه او الطابق الثالث راه اصلا كنقصيه، كان خصو يتلقى شي حل.
واش يكون واحد المعزل خاص لذوي الاحتياج الخاصه على مستوى ديال الطابق السفلي وتكون فيه ممثل الاحزاب ويخصوا المعاقين. حنا عارفين تقريبا راه 10% من نسمه المغرب مصابه باعاقه، كنتكلموا على 3 ملايين ديال الاشخاص المعاقين، تقريبا ما يزال واحد مليون كلهم هذوما حقهم يصوتوا. اذا اعتقد بان كانت شويه العرقله في اطار الولوجيات ديال الاشخاص المعاقين. هذا الملف تاع الولوجيات تنشوف حتى المقاطعه الانتخابيه اللي ما تتوفرش على الولوجيات، وانتم يعني كما قلت المنتخب منذ 2003 اعتقد، يعني علاش هذا المشكل مطروح في مدينه الدار البيضاء؟ بنايات حديثه اصلا ما تتوفرش على الولوجيات. اولا انا كنت من الناس الاولين اللي تحولنا للمقر الجديد ديالنا ديال بالحي المحمدي وما كانش لاسونسور، ما كانش المصعد، واضطريت درت وقفه احتجاجيه على اساس ما نبقاش نعقدوا الدورات في الطابق الثالث. اذا كان نوع من الاقصاء. وحقيقه دخل السيد العامل جزاه الله خير ولزم عليهم باش جميع الدورات واللجان تنعقد في الطابق السفلي الى حين باش المصعد يتقاد. انا كنشوف غير في البنايات، وكاين بنايات اللي ما واكبتش. يمكن ليا نتكلم معك على الولايه كولايه، الولايه المصعد ما كيوقفش في الطابق الاول، فكاين السيد العمده. اذا كاين المصعد ولكن حنا ممنوعين منه. اذا هذا من بين المطالب اللي ان شاء الله غادي ندافع عليها باش الناس اللي عنده كرسي متحرك او بغى يشوفوا السيد العمده او بغى يشوفوا المسؤولين لا داعي باش غادي يبقى يتسنى باش ينزل عنده ذاك السيد. من حقه كرامته، وهو الانسان يقضي اغراضه داخل المكتب بلا ما تشفق عليا بلا ما تحن فيا، هذا حقي. فاذا انا ما تتعاملش معي بان راني درت معك واحد البليزير ونزلت للطابق الثاني باش نشوفك. اعتقد وفر لي الوسائل ديالي كمصعد، وانا راه غادي ندخل للمكتب وغادي تفسر معايا جميع المسائل، واعتقد بان هذه اقل شيء نقدمه لهاد الاخوان. شنو الانتظارات ديالكم من الحكومه تاع السي اخنوش؟ اولا رد الاعتبار الشخص المعاق، اولا خاص كما كنطالبوا ولا بدا ما تكون منحق خاصه للاشخاص المعاقين اللي ما كيشتغلوش او الاطفال اللي عندهم اعاقه بالغه. كنعرفوا بان الاعاقه اللي كيعانيها هما الاباء والام الدرجه الاولى، اللي كنحييها من هذا المنبر ديالكم هي اللي هازه ذاك المشعل ديال الاعاقه. اذا خصها واحد الدعم، لان هذاك الوليد المعاق عنده مصاريف ليكوش ادويه، الا ما خادهمش كيبقى يقدر يغيب دي كونفولسيون. اذا الدوله خصها تصرف اعتمادات هاد الاشخاص، والمعاقين اللي حاملين الشواهد خصهم يكون توظيفات. ما يمكنش ليا انا تحديت الاعاقه ديالي وركبت في الحافلات ومشيت في لافاك وتمحنت وفي اخر المطاف ما كينظروش ليا بان عندي واحد الكفاءه، كينظروا ليا هذا راه غير شخص معاق ربما ما غاديش يقدم الخدمات بحالو، الوغ بانه هو العكس. حنا كنقول انا من المنبر ديالي حنا الناس اللي كنديروا التحدي وكنبغيو نبرهو الباترونا الا تعطاتنا الفرصه حنا كيمكن لنا نشتغلوا اكثر وحنا ما غنوضوش المكتب ديالنا وغيمكننا نعطوا اكثر. فلهذا كاين انتظارات ثانيه ديال الاشخاص المعاقين فيما يخص الحافلات. كاين واحد الاتفاقيه اللي كنجاب بها مجلس العماله حول اتفاقيه ما بين ارزا وما بين الوزاره ديال التضامن وما بين الجماعه مجلس العماله على صعيد العمالات ككل باش المعاقين يمكن لي تكون واحد المجانيه. خصنا نمشيو فيها، لان الناس كنشوف مجموعه ديال الاشخاص فوق الاعاقه كيعتصموا في الولايه لان كتمنعهم شركه ارزا باش يكون مجاني باش ما يطلعش، لان هو ما كاينش في ذاك الاتفاقيه في سي بي اس في دفتر التحملات بان الشخص المعاق يطلع مجاني. كاين شويه تعاطف في اطار ترام وكان شي ما كافيش، الناس كيستعملوا كيفاش يمكن واحد الوليد باغي يدير الترويد وامه او واحد المعاق باغي واحد يطلع للعماله وهو خص القضيه تاع المجانيه تيطلبوا الناس بان تكون الشخص المعاق وايضا المرافق ديالو لان المرافق هو اللي مهم. لان هذاك الشخص المعاق اللي غيدفع عليه كرسي متحرك، الام اللي مركبه هذاك الشخص المعاق ما يمكنش لها هو ما ياديش وهي تادي، راه حتى هي غاده على قبل ولدها. قضيه تاع البعض تيقول ما تعرفش انت واش متفق مع هذا الراي ولا لا، بان ضروري في الحكومه يكون شخص من ذوي الاعاقه ممثل في هذه الحكومه هذه، ولا ان الهدف هو ان الانتظارات تاع المعاق يتم الاستجابه لها. انا كنت مهما حنا واحد 3 ملايين ديال الاشخاص معاقين، الا زدنا الاباء العائله راه واحد تقريبا مجموعه ديال الاشخاص كيعانوا الاعاقه. فكانت قبل في الحكومات السابقه كانت كتابه الدوله مكلفه بالمعاقين. حنا كنطلبوا
من السيد رئيس الحكومه الحالي باش يعاود يتم احداث هذاك الوزاره لكتابه الدوله المكلفه بالمعاقين، لان احنا اصلا احنا دوله، احنا عندنا واحد مجموعه الانتظارات ديالنا، مجموعه ديال الطلبات ديالنا، احنا خصنا معامله في شكل. كنا مؤخرا في الوزاره دائما كنشوف وزاره التضامن وعندنا واحد المديريه مكلفه باشخاص معاقين، ولكن ما استطعناش ما نخرجوش البطاقه للشخص المعاق الى يومنا هذا من 92. من هو المعاق؟ الامتيازات ديالو، الحقوق ديالو، ما عارفينش من هو المخاطب ديالنا على مستوى ديال مدينه الدار البيضاء. اليوم المخاطب ديالنا هي التعاون الوطني، ولكن التعاون الوطني ماشي التخصص ديالها الاعاقه. اعتقد احنا ماشي ضروري يكون واحد الشخص معاق يمكن في الوزاره، الا كان افضل، لانه هو اللي غيحس بينا واللي غيحس بالمعاناه ديالنا. ولكن الا كان واحد الوزاره او كتابه الدوله او كتابه كما ديال الدوله مكلفه للمعاقين، اكيد غادي. وهذا الشيء في جميع الدول المتقدمه كاين كتابة الدولة المكلفة بالمعاقين. سي يوسف، شكرا جزيلا على قبول الدعوة. متتبعي قناة الفاس بريس، إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج كازا سيتي.